تأسست منذ يوم الأربعاء بمبادرة منه ونشكره عليها. هو يعرف على كل حال باللي اللجنة هذه كانت عندها تجربة في 2020، في مارس 2020، وكان أشرفت على تنصيب هذه اللجنة، وكما قال جاب ثمار من كل جوانب، لأن كانت عندنا على كل حال اكتسبنا تجربة، أولا في تشخيص الأولويات، ثانيا في جمع الأموال واستقطاب المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الخيرين في هذه الولاية اللي كانوا يحوسوا على كل حال يقدموا إعانة للولاية من الجانب الصحي في إطار مكافحة هذه الجائحة، ولكن ما لقوش الإطار التنظيمي اللي يقدروا ينشطوا فيه بنجاح، لأن كاينين على كل حال إرادات ونوايا متوفرة في كل ولاية من كل المواطنين، ولكن كاين بعض الناس على كل حال إمكانيات تاعهم ضعيفة باش يقدروا يساهموا في بعض العمليات التموين بعض العتاد، وكاين الناس اللي ما لقاوش الإطار المنظم. إذا السيد الوالي نظم هذا الإطار، واللجنة هذه اللي تأسست منذ يوم الأربعاء قامت بعدة اجتماعات، منها الاجتماع الأول اللي درناه يوم الخميس اللي شخصنا فيه الأولويات، الأولويات اللي ذكرناها قبل في خلال الاجتماع مع اللجنة الأمنية اللي تمثل في القرارات، أولا الكونسولتاتور دوكسيجين الفردية انديفيديال، وثالثا في شراء أو اقتناء مولد الأكسجين للمستشفيات اللي عندهم قدرة اللي ممكن تقدر تغطي 30 حتى 50% من الحاجيات تاع مستشفى من المستشفيات اللي موجودة على مستوى ولايتنا. إذا كما قال سيد الوالي اليوم المبادرة هذه نجدت على تقريب وجود عدة شخصيات من بربراريج أعيان اللي مستعدين باش يمولوا العملية هذه، تقريبا راح نروحوا ممكن حتى لعشر أو 12 مليار سنتيم. المشكل اللي لازم يعرفوه المواطنين، تعرفوه أنتم كصحفيين، هو أنه في ظل هذه الجائحة راه الطلب على هذا العتاد طلب عالمي. إذن التحدي الأول تاعنا هو لازم نلقاو الموردين من الخارج اللي بشأنهم يقدروا يعطيونا الكميات اللازمة من حيث هذا المكثفات الأكسجين الفردية اللي احنا رانا طامحين، والطموح نتاعنا ممكن نجيبه حتى 500 إن وجدت في ظرف هذه 10 أيام إلى 21 يوم، ممكن ننمونه ولاية بربراريج ب 500 مولد. إذن الجانب المالي ما هوش مشكل، هو الجانب التقني يطرح مشكل، والجانب وجود يعني الندرة في هذا المواد اللي راهي عطلتنا. سينو نقدر نقول لكم مع الإرادة تاع السيد الوالي والأعضاء تاع اللجنة هذه كان فور تنصيبها، ممكن 24 ساعة كنا قادرين نجيبوها، ولكن الوجود تاعها في السوق الوطنية هي معدومة، شبه معدومة، وعلى مستوى العالمي الطلب راه عالمي، يعني كل البلدان راهي تشكو من نقص من هذا المادة، من هذا العتاد. وعلى كل حال التحريات اللي قاموا بها بعض رجال الأعمال مشكورين يعني بصفة فردية، نجت باللي اليوم عندنا وعود ل 500 مولد اللي راح تجينا إن شاء الله منا على 20 يوم. هذا الشيء في اللجنة هذه، وعلى حساب العتاد اللي برمجنا نجيبوه من الخارج، المبلغ الإجمالي تاعو راح يحق تقريبا 12 مليار. لا هذه اللي ذكرت رقم تاع 12 مليار، يعني لازم تعرفوا إخواني إذا كان مولد أكسجين متاع 10 لترات إلى 15 لترة، القيمة تاعو السومة تاعو 15 مليون سنتيم، تعتبر 150 ألف دينار جزائري، أضربوا 150 ألف دينار في 500 وشوفوا كده كيس 7 ملايير و5. إحنا نتكلم على المكثفات مش مولدات، المكثفات ومولدات الكهرباء الفردية، هو التسمية تاعها التقنية مش، ولكن هو عتاد يسمح الشخص مريض يستعمله وحده بصفة فردية في المستشفى أو في المنزل. فيما يخص العتاد اللي يتكلم عليها سيد الليل سيد كمال، يقول باللي عندنا 5 إفكتيفمو، وكان نكمله في البرنامج تاوعنا والوعود تاوعنا، الإخوان الممولين المحسنين كاينين 5 اللي مستعدين باش يشريوا كل واحد محطة من هذه المحطات، وهذه المحطات اليوم
القيمة نتاعها الحقيقية ما نعرفوهاش بدقة، لأنهما يتفرقوا بين على حساب العلامات العالمية، كما مثلا لما ندخل علامات اللي عندها كما يقول لك نجاحة كبيرة وعندهم تجربة كبيرة ممكن تلحق حتى 3 ملايير، وكاينين بعض العلامات اللي ممكن تكون نصف السومة. يعني نقدروا نلقاو محطة توليد أكسجين اللي تحط في المستشفى واحدة ب 1500، يعني ستادير مليارين مليار و 500 أو 15 مليون دينار، وتقدر تلقى واحدة لو دوبل تاعها. إذا كي نهزوا 5 محطات على 1500، يعني هذا المعدل صافي دينا 7 ملايير و 500، كان نجملوا 7 ملايير و 500 و 7 ملايير و 500 يكونوا 15 مليار. إذا أنا اللي كنت تكلم تاع الرقم تاع 12 مليار، راني بالتقريب يعني الأموال اللي راح تصرف في هذا الميدان في مكافحة هذا البانديمي تاع التروازيام ولا الكاتريام فاك، راح بالك توصل حتى 3 مليار، بغض النظر عن المصاريف الأخرى اللي كل حال اللي تقوم بها هيئات أخرى كما المستشفيات اللي راهي تشري على كل حال بالأكسجين سو فورم دو 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 ليكيد بالشاحنة أو الأكسجين اللي تشري فيه بالقرارات. إذا التركيز موش على الأموال، لأن رانا قلنا في الأول باللي المشكل تاع البورد ولا تاع اللجنة هذه ماهوش مشكل أموال، لأن المحسنين بزاف وكل يوم عندنا ناس يكلمونا في الهاتف، يكلموا الإخوان النواب ولا يكلموني أنا شخصيا ولا يكلموا بعض الأعضاء يقولوا رانا مستعدين أن نساهموا في العملية هذه. لهذا النداء تاع سي كمال واش يقول باش تفهموه على حقيقته، يقول باللي كل الإخوان اللي عندهم النية باش يجيبوا يشيلوا ماتريال وما عرفوش الطريقة كيفاش يديروا، حنا اكتسبنا التجربة بالوباء الأول ومارس 2020 وعندنا 3 أيام ولا 4 وانا نخدموا وتحرينا على كل حال، وعندنا معلومات جاتنا من الخارج ومن الداخل على المستوى الوطني والخارجي اللي ممكن تمكننا باش الناس هذو حتى ويديروا كما يقول لك مبادرة فردية ويحتاجونا باش نعاونهم. يحتاجوا النواب اللي راهم على كل حال 8 نواب مع مجلس الأمارة اللي في 9 ولا في 10، هذا النواب والإخوة اللي راهم في اللجنة عندهم معلومات باش يقدروا يعاونوهم تقنيا أو يسهلوا لهم الإجراءات إداريا. لازم تعرفوا باللي وزارة الصحة داكشي كمان وزارة المواد السيدانية وضعوا قوانين باش تسمح للجمعيات باش تجيب هذا الماتيريال. ممكن يكونوا لهم صعوبات، النواب راهم مستعدين ونشكرهم على كل حال قايمين دورهم باش يعاونوا هذه الجمعيات ولا الافراد اللي حابين يجيبوا هذا الرخص. حنا سهل علينا مادام عندنا تجربه وعندنا رجال معنا اللي قادرين عليها، يقدروا يتوجهوا سي كمال ولا النواب الكل اللي راهم على مستوى الولايه باش يوجهوهم ويعاونوهم. واللجنه على الجانب التقني أرانا مستعدين ثاني نعاونهم، حتى وموش لازم يكونوا معنا في اللجنة، حاب يقوم مبادرة فردية وموش حاب يكون في اللجنة، ولكن يحتاج نصيحة أنا هنا، يحتاج دي فاكتور بروفورما، قال منين شريته وعطيه منين نحبو نوريولو، نعطيولو الفاكتور بروفورما، نعطيولو الزادر، نعطيولو التليفون باش يقدر يقوم بالعملية تاعو فردية، وموش لازم نكونوا أكل مع بعضنا في نفس اللجنة باش نديروا الخير، لأن الناس كلها مستعدة تدير الخير. بارك الله فيك.